والحديث أكثر ينضم لنا هاتفيا الدكتور فيصل العنزي نائب رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد للشؤون الأكاديمية. مرحبا دكتور فيصل. أهلا أخوي ثامر، صباح الخير وصباحكم بركة إن شاء الله. صباح النور. بداية حدثنا أكثر دكتور فيصل عن أهمية هذه الإنجازات في نشر وتطوير البحث العلمي. بداية رحب فيكم أخوي ثامر. نعم، تم وضع استراتيجية نوعية من خلال تجهيز وأدفانس المختبرات الموجودة في الجامعة، وتم عمل لجان خاصة لتحديد أهم المجلات العلمية في العالم وتصنيفاتها وأثر جودة المخرجات العلمية عليها. فعززنا من هذا المجالات ودخلنا فيما يسمى الآن الأبلايد ريسيرش اللي هو البحوث التطبيقية، ومن ثم إلى تصنيف بعض البحوث لدينا التي قابل للتطبيق وتكون ضمن براءات الاختراع. ولله الحمد تم الحصول على 23 براءة اختراع متعددة في مجالات الذكاء الصناعي والهندسة والطاقة، هذا بالإضافة إلى بعض الأمور التي تنفع البلد ككل، ويدخلنا في نطاق آخر بما يسمى البرودكتيف يونيفرسيتي، الجامعات المنتجة والتي تخدم المنطقة التي حولها في جميع المجالات. طيب، يعني ما هي أهم وأبرز الاختراعات التي حصدت براءة اختراع من المركز الأمريكي؟ نحن لله الحمد حصلنا على 23 براءة اختراع متوزعة كما ذكرت في مجالات الذكاء الصناعي، عفونا الله عليه، من هذه الأمور التي هي تحديد ما يسمى برين تيومر اللي هي بداية الكانسر في شكل 3D والتنبؤ لها مستقبلا. تم الحصول على عدة براءة اختراع في ترشيد الطاقة والكهرباء والتحلية بما يعني يتوافق الستاندر العالمي وافضل مما يتواجد حاليا يعني في هذا المجال. ناهيك عن بعض الامور في الامن السبراني، عملنا على بعض الانشطه بما يسمى برو اكتف، التنبؤ بالثريت او التهديد الالكتروني قبل الحصول عليه من خلال خوارزميات معينه، هذا بالاضافه لبعض الامور خاصه في الطاقه ومجالات الاستشراف او الدراسات المستقبليه. وهو يعني رحنا أبعد من المجالات هذه، دخلنا بقوة في مجالات الدراسات الاستشرافية من خلال الحصول على بعض براءات الاختراع الخاصة في هذا المجال. جميل جدا. طيب دكتور فيصل، يعني هذا الإنجاز لا يأتي إلا بعد خطط مدروسة وخطط استراتيجية، حدثنا عن أبرز هذه الخطط التي تسعون لتحقيقها في الجامعة وخصوصا في مركز براءات الاختراع. لا شك أخوي ثامر، حنا جامعة الأمير محمد فتعزز دورها الآن ليس على الوطن العربي فحسب، بشكل ريادي عالمي. ولله الحمد حصلنا في التايمز على المركز الرابع والكيو اس في الوطن العربي في تصنيفات متقدمة. براءة الاختراع تعزز من هذا الدور في تواجدنا عالميا وإبراز الجامعة، ونسعى حاليا بأن نكون ضمن أفضل 100 جامعة في براءة الاختراع. وتم عمل استراتيجية خاصة من تجهيز المختبرات الكاملة، تشكيل فرق علمية بحثة خاصة في هذا كل مجال، كم تم توزيعها على أن نكون بارزين في مجال الطاقة، بارزين في مجال الهندسة، في الذكاء الصناعي، وبدنا وضعنا محفزات وأسس وأطر خاصة لتسريع وتيرة هذا العمل. وهنا لو سمحت لي بس أنه نسعى الآن مع اللجنة اللي هي الأكاديمية الوطنية المقترعين التي تنشر هذا، أن يكون لنا فرع خاص في جامعة الأمير محمد فهد، وهذه نقلة نوعية في مجال الاختراعات. طيب دكتور فيصل، يعني هذه الاختراعات يمكن 23 اختراعا وإن شاء الله المزيد من الاختراعات القادمة، هل هناك متابعة من قبل الجامعة حتى نشوف هذه الاختراعات يعني مطبقة على أرض الواقع؟ نعم، تم تشكيل فرق خاصة لهذا المجال، ونعمل الآن على إطلاق ثلاثة منها، أن نكون ما يسمى ستارت اب كومبانيز وكيفية الاستفادة منها، ونحن في زي ما أقول في الفيز الأخير الآن من انطلاقها إن شاء الله. سوف تكون يعني بداية زي ما يسمى البايلوت بروجرام التجريبي، ثم نطلقها يعني بشرط أن تكون متكامل نطلقها على أرض الواقع. نعم، هناك تقريبا ما يعادل السبع الآن إن شاء الله العام القادم سوف تكون جاهزة.